مستريح. كلنا عارفين ان الناس nowadays interesting in doing exercise. فبنهاية المحاضرة شوية هنحاول نوجه الناس which type of exercise suit you, و at least you know what to care in your body during exercise. Okay. So the objective of this lecture is to know something about muscle protein biochemistry. I mean skeletal muscle and the muscle metabolism and the effect of exercise on muscle. As we know, the muscle fibers or the muscle cell is something different. So we have many nuclei and other structure, and this is called, you know, muscle fiber. مثلا البلازما اسمه هنا sacroplasm and so on. This muscle fiber is formed from what is called myofibril. الوحدة الأصغر من الفايبر اسمها fibril. And this myofibril بيهمنا فيها إذا هي مكونة من special protein. The most abundant one عندنا في protein filaments is called thin نحيفة أو اسمها يا جماعة actin. وعندنا thick filaments زي ما بتظهر في الميكروسكوب واسمها myosin. طيب within the myofibril we have what is called Z line, and the distance between two Z line is called sacromere. السacromere يا جماعة هي الفانكشنال يونت بتاعة المسل فايبر, I mean concerning الكونتراكشن and ريلاكسيشن. طيب السacromere بنلقى فيها الثيك فيلمنتس اللي هي اسمها مايوسين, وبنلقى الثين اللي هي اسمها شنو اكتين. اذا يا جماعه now we know very important protein or muscle fiber is called actin and myosin, اللي هي موجودة وين؟ within the skeletal muscle. طيب so do we have only myosin and actin? No, we have other type of protein, muscle protein. This myosin and actin are responsible for contraction. عشان كده بنطلق عليها contractile. There are other which are called regulatory. And these regulatory proteins, جماعة لما نقول regulatory معناها هي بتعمل regulation للcontraction والrelaxation. عندنا بروتين مشهور اسمه تروبينين, and another one اسمه تروبوميسين. طبعا جماعة لو بتتذكروا التروبينين ده بيتقاس في الميوكارديال infarction. إذا التروبينين normally موجود inside the muscle cell, لكن لما يكون فيها جماعة death أو infarction فبيحصل له release في البلط, وده بنستخدمه يا جماعه اللي هو الموست اكوريت للميوكارديال انفكشن اسمه تروبينين. في اذر بروتين الوظيفه بتاعتها جاست استراكشر لايك تيتين نيوبلين الفا اكتين ديمسوسين اند ديستروفين. طبعا مع التيتين ده من اكبر البروتينز, من اكبر البروتين في البطن. اذا الكونتراكتايل هم المايوسين اند الأكتين ريجوتونين والتروبون. طيب الميوسين بيختلف شوية من الأكتين. الأكتين almost الستركشر بتاعه يعني ما فيه complexity, لكن الميوسين يا جماعة عنده head وعنده tail. فالhead فيه very important two sites, one to bind actin. إذا يا جماعة الhead بتاع الميوسين بيرتبط فيه شنو الأكتين. طبعا ده ما ده بيحصل during the contraction. وعندنا تاني يا جماعة انزيم اسمه ATPase. فالATPase ده يا جماعة هو اللي بيعمل breakdown للATP.
عشان يحرر لنا الانرجي، بيحرر لنا الانرجي. طبعا يا جماعه الميوسين بيكونوا في صوره بتاع الدبل فيلمنتس، اذا تو هيد و تو تيل. اوكي طيب، دايما يا جماعه الفجه بتاعت الهيد بنطلق عليها تعمل لنا كروس بريدجينز، لانه هي اللي بترتبط مع الاكتين، او بتعمل لنا كوبري مع شنو، مع الاكتين. طيب لو اخذنا نظره عن الدور بتاع الاي تي بي في الكونتراكشن والريلاكسيشن، طيب بنهايه يا جماعه الـ 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 او اثناء الكونتراكشنز بيكون الاي تي بي حصل له سبليتنج، انفصل ل اي دي بي و ان اورجانيك فوسفيت. طبعا يا جماعه اللي بيعمل الخطوه ده منه بيعمل يقولنا الانزيم اللي اسمه الاي تي بيز الموجود في الهيد بتاع الميوسين. طيب لما يكون في الوضع ده يا جماعه بيكون الميوسين اوريدي بقى رابط بالاكتين، مش يا جماعه قلنا الميوسين هيد في جزء منه بيربط في الاكتين، وفي باب ثاني مهم جدا هو البيكسير الاي تي بي، بيعمل هيدروليس للاي تي بي. طيب زين النكست ستيب اللي هو يا جماعه الان اورجانيك فوسفيت والاي دي بي لما انفصلوا بالانزيمز بتاع الاي تي بيز بقى يا جماعه في انرجي، هذه يا جماعه الانرجي كافيه انه تعمل شنو يا جماعه، انه الميوسين يعمل بيندينج اون ذا اكتين، معناه شنو يا جماعه زي بينحني او بيمشي على الاكتين. لاحظنا يا جماعه هنا زهت الانجل بتاعته ماله اتغيرت. طيب وده اللي بيحصل الكونتراكشن. طبعا دايما يا جماعه لما نحصل ده هنشوف انه الساكروميل هتكسر شويه، هو يا جماعه الاكتين للميوسين ما قصروا، لكن البيندينج او البايندينج ده قرموا لبعض، فالساكروميل كطول بقت شنو اكثر. طيب بتين بينتهي الكونتراكشن ده، خلاص المصل دارينا تبقى ريلاكس. لما تجي انظر اي تي بي، اي تي بي جديده تيجي تحل يا جماعه محل او تربط للهيد او تزيح الاي دي بي وهي تحل محلها. مجرد يا جماعه الاي تي بي ارتبطت كاي تي بي بيقوم بينفصل الميوسين هيد من الاكتين، وبترجع يا جماعه المصل في الوضع بتاع ريلاكسيشن، والساكروميل يبقى طويل شويه. طيب تاني اجين السايكل تبدا جديده، لما تاني يا جماعه الاي تي بي يحصل له شنو، هيدروليسيس بالانزيم اللي اسمه الاي تي بيس الموجود في شنو، في الميوسين، وبيبقى شنو جاهز. اذا الهيد بتاع الميوسين بيبقى انرجايز، والاي تي بي تحول لاي دي بي وانورجانيك فوسفيت، وتاني يا جماعه يربط وين في الاكتين، وتستمر السايكل تاني. طيب يا جماعه من السايكل دي او من ما سبق بيظهر لنا انه يا جماعه الاي تي بي مهمه for contraction and also for شنو relaxation، اذا ما في غنى عنها، لازم تكون موجوده في حاله الكونتراكشن والريلاكسيشن. اذا يا جماعه زي ما قلنا الاكتين بيحصل لها سلايدنج اوفر الميوسين تو شورتن الساكروميل، اذا مع الساكروميل بيكسر، لكن للاكتين للميوسين ما بيكسروا، لكن يا جماعه السلايدنج ده او شنو يا جماعه الانحناء والكروس بريدجين اللي بيحصل بيناتهم ده بيعمل شورتنينج، وده المسؤول من الكونتراكشن. اما ديورين الريلاكسيشن بيحصل يا جماعه اللينكسين او بطول الساكروميل، لانه شنو بيرجع، لو عينا هنا يا جماعه في الشمال اترست انه يا جماعه بوث اوف ذيم ما في بيندينج، ما في سلايدنج، فاي واحده بطول، عشان كده بيصير لنا الساكروميل طويله. اما في حاله الكونتراكشن لما يحصل البيندينج يمشوا في بعض او شنو يحصل يا جماعه الاوفرلابنج ده، فالطول العام بتاع الساكروميل يكسر. طيب هل في دور للكالسيوم؟ بنسمع دائما مع انه الكالسيوم عنده دور في شنو في الريجوليشن او الكونتراكشن والريلاكسيشن. عاده يا جماعه الاكتين بيكون الجزء بتاع الاكتين اللي بيربط للمايوسين بيكون مغطى ببروتين تاني اسمه تروبومايسين. طيب لما نيجي الكونتراكشن بيحصل اكسايتيشن او ستيموليشن، بيطلع كالسيوم
الكالسيوم بيجي يرتبط في التروبونين، في انذر بروتين ريجوليت اسمه تروبونين. فوانس يا جماعه الكالسيوم ربط في التروبونين، والتروبونين اصلا هو مرتبط بالتروبومايسين، بنقوم يا جماعه بيزيح التروبومايسين من الاكتين، ويبقى البايندنج سايت الفجه المفروض يربط فيها الاكتين للميوسين تكون اكسبوز. وبعد ذلك يا جماعه الهيد بتاع الميوسين بيرتبط وين؟ في الاكتين، وبيحصل الكونتراكشن. لو ما في كالسيوم بيقوم بيحصل شنو يا جماعه؟ ريلاكسيشن، او في وجود الـ ATP. اوكي، اذا وانس يا جماعه انه في كالسيوم زي ما شايفين هنا، الكالسيوم ربط للتروبونين، ازاح التروبومايسين اللي هو مرتبط بالتروبونين، البايندنج سايت بتاع الاكتين بقى سوتابل او فارغ، فيقوم بيربط فيه منه، بيربط فيه الهيد بتاع البايوسي. طيب لو شفنا يا جماعه في الانيميشن ده، هو ده اللي بيحصل، ده الهيد يا جماعه اللون البني ده، ده الهيد بتاع المايوسين، لكن ما بيقدر يربط في الاكتين بتاعه ده، ما لما يا جماعه الكالسيوم يربط في التروبونين يزيحوا لنا من الترابو، يربط في التروبونين، والتروبونين ارتباطه مع الكالسيوم يزيح التروبومايسين من الاكتين، ويبقى شنو يا جماعه؟ سوتابل فور بايندينج اوف مايوسين. طيب بنسمع بحاجة اسمها muscle twitch، وهي يا جماعة muscle contraction in response to stimulus that causes action potential in one or more muscle fibers. وعادة يا جماعة this stimulus بيمر بفازس، ففي فيزة يا جماعة في السكليتال المسل دائما اسمها lag phase، مهما كان يا جماعة في stimulation ما بيكون في response، ما في contraction. طبعا يا جماعة عشان المسل الاسكاليت المصل ما يحصل لها فاتيك، فلازم شنو يا جماعه يكون في لاج فيز، او في فيز يا جماعه ما فيها اي ريسبونس. بعد كده يا جماعه في فيز اللي هي اسمها كونتراكشن فيز، وبتبقى شنو يا جماعه ريلاكسيشن فيز. فاذا لاج فيز، كونتراكشن فيز، ريلاكسيشن. طيب في يا جماعه ارتكل اتنشر في ذيس جورنال اوف سبورت عام 2004، ولقوا يا جماعة إنه running require more energy than walking. زي ما إحنا لما نعمل running معناه بذلنا شنو؟ مجهود. فإذا يا جماعة أي exercise بيحتاج له more energy. ده بيفسر لنا يا جماعة إنه الـ ATP is very important for exercise. فالـ ATP يا جماعة important for performance of contraction and relaxation زي ما شفنا في السلايد الأولى. والـ ATP يا جماعة موجود في الـ start of contractile support few twitches. زي ما دايما لما نبدأ اكسرسايز الـ ATP كـ ATP ساي بس بتدينا يا جماعة حبة ثواني، يعني ما كافية للاكسرسايز كله. إذا ما معناه محتاجين لمصدر ينتج لنا الـ ATP شنو بصورة مستمرة، يكون في continual production of ATP by muscle fiber. طيب ما هي الـ energy source؟ طيب معناه يا جماعة دايرين انرجي متواصله ما دام في اكسرسايز طوالي، معناه دايرين شنو؟ ATP. فالATP يا جماعه للمصل بيجي من ثلاثه سورس، من مركب اسمه كرياتين فوسفيت. فالكرياتين فوسفيت ده يا جماعه الكرياتين ده مركب هو بيخزن الATP في صوره بتاعه فوسفيت. فاذا يا جماعه ديون ريست لما ما يكون في كونتراكشن الـ ATP بنعمل ترانسفير لفوسفيت منه نوديه للكرياتين، تبقى في صورة بتاعت كرياتين فوسفيت. لما نحتاج له يا جماعة يرجع الفوسفيت من الكرياتين فوسفيت يرجع الـ ATP يكون لنا شنو؟ ATP تاني. فهي يا جماعة storage form of energy. طيب بعد يا جماعة الكرياتين فوسفيت الستور بتاعه محدود، ما بيكفي لثواني بس 15 ثانية، بنقوم يا جماعة بنلجأ لحاجة اسمها anaerobic respiration، اللي هو يا جماعه لانه دائما لما يكون في كونتراكشن كتير فالاكسجين ما بيقدر يخش بصوره مناسبه للمصل. فاذا يا جماعه هنستعمل الجلوكوز ونعمل له اوكسيديشن او بريك داون، نحول ل ATP ولاكتيك اسيد، ده انيروبيكلي في عدم وجود الاكسجين. برضه يا جماعه الانيروبيك ده الزول ما بيقدر كومنتين الانيروبيك لفتره طويله، زي ما احنا عارف انه اللاكتيك اسيد بيعمل لنا يا جماعه بين، مصل بين.
فبعد ذلك يا جماعة في المصدر الكبير بتاع الـ ATP أو الـ Energy هو الـ Aerobic Respiration، يعني هو في وجود الأكسجين. لكن يا جماعة الدم مهم جدا إنه يكون في سبسايس معنف عشان الدم يدخل للمصر ويوفر لنا الأكسجين ده. ولو كان يا جماعة اكسرسايز شديد هنكتفي بس لحد الانيروبيك ريسبيريشن لأن الأكسجين ما هيدخل. أما في حالة يا جماعة لو زي ما في الحالة بتاعة الكيس بتاعتنا بتاعة مراد، لأنه يا جماعة هي بتعمل ماريسون فهي دايما بتلجأ للنوع ده الايروبيك ريسبيريشن. الماريسون يا جماعة هو رياضة ما عنيفة لكن لفترة طويلة. أوكي طيب، إذا الايروبيك ريسبيريشن والانيروبيك ريسبيريشن جس نعمل كومباريسون بيناتهم. بيحصل بين يا جماعة الايروبيك بيحصل في الميتوكوندريا والسيتوبلازم، لكن الانيروبيك بيحصل في السيتوبلازم بس. إذا يا جماعة دائما لو نحن عندنا اكسرسايز بيحتاج لايروبيك ريسبيريشن معناه محتاجين لميتوكوندريا أكتر. لما نقول ميتوكوندريا معناه محتاجين لبلود أكتر. ليه؟ لأن البلود يا جماعة بيجيب أكسجين. الرياكتنت ده يا جماعة بتاع الايروبيك هي زي البايروفيت والفاتي أسيد والأمينو أسيد. أما فور أنيروبيك هو الجلوكوز أورلي أو المصل جلايكوجين. طبعا يا جماعة الجلايكوجين بيتحول لجلوكوز. البرودكتس بتاعتنا هنا يا جماعة الايروبيك بينتهي تماما من المادة بيحولنا لكربون دايكسايد ووتر و ATP، لكن الانيروبيك جلايكول زي ما عارفين بينتهي للاكتيك اسيد و ATP. ال ATP البروديوس باي جلوكوز يعني لما نحصل ايروبيك بيديني 36 ل 38، لكن في الانيروبيك بيديني تاغ بسيطة جدا اللي هي 2 ATP بير جلوكوز. طيب اذا يا جماعة again لو دارين نبدأ يا جماعة اكسرسايز يكون في اي تي بي موجود في الخلية بسيط. طيب قبل مرحلة الاكسرسايز ات ريست الاي تي بي يا جماعة المتوفر ده بيقوم بيتفاعل مع الكرياتين، بنعمل ترانسفير للفوسفيت يبقى اسمه كرياتين فوسفيت. اللي بيعمل العملية دي يا جماعة انزيم اسمه كرياتين شيرين كاينس. طبعا مع الاي تي بي ده لما ننزع منه فوسفيت يبقى اي تي بي. طيب لما نيجي ديورين اكسرسايز او الكونتراكشن يقوم يا جماعة نفس الإنزيم ده بينزع لنا الفوسفيد الموجودة في الكرياتين ده ويضيف لل ADP، ويقوم يكون لنا ATP والكرياتين فوسفيت يبقى شنو؟ كرياتين. فإذا يا جماعة الكرياتين فوسفيت هو عبارة عن شنو؟ محضر لل ATP during rest. ولما نيجي نعمل يا جماعة contraction محتاجين لل ATP بننزعها تاني من الكرياتين فوسفيت ترجع تبقى ATP والكرياتين فوسفيت يبقى كرياتين. طيب لسه يا جماعة الاكسرسايز متواصل ده بكفينا ل 15 ثانية بس. هنمشي لجنو يا جماعة للان ايروبيك ريسبيريشن او جلايكوليسيس. فالبلد جلوكوز او المصل جلايكوجين بدون جلوكوز، والجلوكوز يا جماعة ان ايروبيك اللي بيخش في الجلايكوليسيس بيديني اي تي بي وبايروفيت. البايروفيت ما هيفضل بايروفيت يا جماعة لانه ما في اكسجين هيتحول للاكتيك اسيد. بس يا جماعة المشكلة انه دايما بيحصل في الاكسرسايز الشديد انه يا جماعه اللاكتيك اسيد ده بيقوم بيعمل اسيدوز وبيعمل لنا فاتيك وبيعمل مصل بين، فما نقدر شنو يا جماعه تو مينتين الاكسرسايز اللي زي ده لفتره طويله لفتره اقصد الانيروبيك ريسبيريشن. طيب مثلا يا جماعه زول لو لاحظتوا زول جري شديد او عمل رياضه عنيفه شديد، تلقاه يا جماعه بعد ما انتهت الرياضه نزل وبقى يتنفس. الغرض شنو يا جماعه من التنفس ده يا جماعة إنه to bring oxygen للبلد أكتر وللمصل، عشان يا جماعة الأكسجين يستخدم في تحول اللاكتيك أسيد لإيه؟ بايروفيت. يعني نعمل wash out لللاكتيك أسيد، لأنه يا جماعة اللاكتيك أسيد ده هو اللي بيعمل لنا يا جماعة البين وبيعمل لنا شنو الفتيك اللي بيحصل دايما. فإذا يا جماعة دايما اسمه oxygen debt، oxygen debt يا جماعة ده بيكون دايما بعد الإكسرسايز العنيف، والغرض منه يا جماعه تو ووش اللاكتيك اسيد نرجعه باك انتو بايروفيت، لانه يا جماعه اللاكتيك اسيد عشان يتحول لبايروفيت محتاجين لاكسجين. طيب اللاكتيك اسيد ده يا جماعه ممكن يمشي بالدم يمشي الكبد الليفر، في الليفر يا جماعه تقدر تحوله باك انتو جلوكوز بالعمليه اللي اسمها جلوكونيوجينيسيس، ويرجع باك تاني شنو يا جماعه للمصل، والسايكل اللي اسمها كوري شنو سايكل. هي مع العمليه دي ما سريعه لان الاكسرسايز بيكون شديد جدا واللاكتيك بينتج بكميات كبيره، يعني الكباسيتي دي او التحول الباك ده ما بيحصل يا جماعه بنفس المعدل، فاللاكتيك اسيد اكيوميليت في المصل
واكيوميليت في البلط بكميات اكبر. مرات يا جماعه، مرات مثلا لو هجم عليك او انت كنت في سيتويشن فيري سيريس، هجم عليك حيوان مفترس او كده، فانت برضو حتواصل يا جماعه رغم التعب واللاكتيك اسيد المتجمع، برضو حتواصل شنو رانينج. ففي الحالات زي دي يا جماعه بيقوم البودي بيلجا لاخر اخر اخر تشانس انه يا جماعه يشيل 2 اي دي بي بانزيم اسمه مايوكاينيز، وينزع من واحد منه فوسفيت يضيفه للتاني، فالتاني ده هيبقى ايه تي بي، هيبقى فوسفيت واحده. فكده يا جماعه عملنا ديبليشن لابعد الحدود من الاي تي بي، لكن يا جماعه لانه بيكون في اللحظه دي محتاجين لاي تي بي عشان نعمل بيه ورانه، دايما نعمل ما بيحصل للشورت تايم شورت تيرم، يعني ما بنقدر نعمل العمليه دي لفتره طويله. وي هوب يا جماعه انه الحاجه العامله دينجر او الحيوان المفترس ده بعد يقنع وما يواصل شنو المطاردة بتاعنا. طيب أما لو نحن في الريست، يعني ما عاملين اكسرسايز شديد زي ما في الحالة بتاعت لوران، هتقوم يا جماعة هي تلجأ لإيروبيك ريسبيريشن لأنه هي دارة طاقة لساعات طويلة. الإيروبيك يا جماعة بيحول الجلوكوز أو البايروفيك أسيد أو الفاتي أسيد، يتحول يا جماعة ويدخلوا الميتوكوندريا ويحصل لهم يخشوا تي سي سايكل ويمشوا يا جماعة الريسبيريتوري تشين تديني مور اي تي بي، تديني مور اي تي بي. فدايما يا جماعه العمليه الايروبيك دي بتحصل في الميتوكوندريا، دي بتعمل كومبليت اوكسيديشن في وجود الاكسجين للمركبات زي الجلوكوز والبايروبيك اسيد والفاتي اسيد، ودي بتديني 95% of the ATP required for resting or moderately active exercise. اوكي، فده يا جماعه ما دايره اكسرسايز عنيف، لانه لو حصل اكسرسايز عنيف معناها هنقطع البلط والاكسجين من المصل السيل، وفي الحالة دي ما حتقدر يحصل شنو سيروبيك اسبانيش. طيب إذا ما الدياجرام ده بيفسر الموضوع كله، لو بدينا اكسرسايز في الأول عندنا حبة اي تي بي خلص في الثواني الأولى، بعد ذلك ما حنلجأ لمنو الفوسفوكرياتين بدينا 15 ثانية الثانية، بعد ذلك بنلجأ للأخضر ده اللي هو جماعة انيروبيك ميتابوليزم، ما بدنا نمشي كتير لانه جماعه بتحس الاكوميليشن لللاكتيك اسيد وبيعمل لنا بينا فتيك، فبعد يا جماعه لازم نلجا انه نعمل اكسرسايز اقل يعني نستخدم شنو يا جماعه الايروبيك اوكسيديشن، وده بيستمر يا جماعه لمدى بعيد. طيب نكون يا جماعه شفنا امبارح لما عملوا لها بايوبسي لقوا يا جماعه المسل تايب بتاعتها من السلو شنو تويتش، سلو تويتش يا جماعه او بنسميها هاي اوكسيديتيف، هاي اوكسيديتيف او تايبون شنو مصل فايبر. نقول يا جماعه هاي اوكسيديتيف معناها شنو يا جماعه تحتاج لاكسجين، ولما الحاجه ما تحتاج لاكسجين معناها نتوقع انه الكونتراكشن ده مور سلولي، مش لانه لو بقى شديد ما حيكون في اوكسجين عشان ينفذ العمليه دي. اذا يا جماعه في النوع ده الكونتراكت مور سلولي، والعضلات ده يا جماعه سمولر ان دايمتر وبيتر ان بلس سبلاي، مهم جدا يا جماعه يكون الدم بتاعه كويس عشان توفر اكسجين للميتوكوندريا، في مور ميتوكوندريا بس يا جماعه مور فاتيك ريزيستنس ذان فاست تويتش. في زي ما دي النوع ده من المصل ما بيتعب بسهوله، عشان كده يا جماعه ناس الماريثون تلقاهم جارين اميال لساعات، عكس يا جماعه النوع الثاني اللي اسمه الفاست تويتش فايبر او اسمه لو اوكسيديتيف. فواضح يا جماعه انه لو اوكسيديتيف معناه ما بتعتمد على الاكسجين او الايروبيك ريسبيريشن كتير، فده يا جماعه ريسبونس رابيدلي وكونتين مايوسين اي تي بيس، الاكتيفيتي بتاعته عالي عشان يكسر شنو يا جماعه الاي تي بي مور ريبيدلي، لكن يا جماعه في لس بلس سبلاي لان يا جماعه هي بتعمل كونتراكشن شديد، فاذا ما في حل انه البلس سبلاي يدخل والاكسجين، ففي فيور اور سمولر مايتوكوندريال زان سلو. اذا يا جماعه مرام عندها بريدومينتلي من النوع اللي اسمه شنو يا جماعه سلو تويتش او هاي اوكسيديتيف مصل فايبر اللي هو فيه مايتوكوندريا كثيره وفيه ايروبيك اوكسيديشن كتير وفيه بلس سبلاي كتير ولونه بيكون احمر، اما دايما بيكون لونه شنو وايت. هل يا جماعه كل الناس عندهم فاست اور تويتش سلو تويتش بنفس المعدل؟ لا، في ناس بيفرقوا زي ما شفنا يا جماعه مرام كانت السلو اكتر عشان كده يا جماعه هي مناسب ليها الماريثون، وفي ناس يا جماعه الفاست تويتش بيكون عندهم اكتر فمناسب لهم الرياضات العنيفه الثانيه زي العدو السريع او رفع الاصغار. رفع الاصغار إذا يا جماعة لو قارنا بيناتهم طيب وين يا جماعة السلو تويتش اللي بيقوم عندنا ناس الماراثون هو السباقات العدو الطويلة، وطيب تو سبرينتر
اللي هو بمعنى السباقات العدو العنيف السريع المية متر. الكالر يا جماعة زي ما قلنا هي بتكون ريد بتاعت ناس السلو تويتش، ريد لأنه فيها دم كتير وفيها ميتوكوندريا كتير وفيها مايوجلوبين كتير. أما دي يا جماعة وايد ماسل فايبر لأنه أقل في الميتوكوندريا والبلس سبلاي. الميتوكوندريا كتيرة في تايب 1 وقليلة وين؟ في تايب 2 لأنه ده أنيروبيك. الكونتراكشن سبيد هنا سلو عشان كده اسمها سلو تويتش، هنا يا جماعة شنو؟ فاست. الكوندكشن فيلوسيتي برضه يا جماعة سلو تويتشز هنا فاست تويتشز. والاكتيفيتي يا جماعة دايما بيعتمد على الايروبيك ريسبيريشن لأن تحتاج لميتوكوندريا، دي الناس السلو تويتش أو ناس الباريسون، ودي ان ايروبيك ريسبيريشن. الكونتراكشن ديوريشن يا جماعة فيري لونج فبيستمر لفترة طويلة، وهنا الشورت هنا يا جماعة بيكون كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن. هنا يا جماعة الفاتيك ريزيستنت عالي جدا لأنه يا جماعة في ماتش انرجي موجود هنا ايز دي شنو يا جماعة فاتيك، لأنه حتى الانرجي الموجودة يا جماعة قليلة لأنها بتجي من شنو المصادر ان ايروبيك. طيب ايش يا جماعة اللي بيحصل؟ نمشي للنقطة الثانية، بيحصل شنو لو عملنا اكسرسايز في اي واحد من النوعين؟ طيب الكنترول يا جماعة في اكسرسايز present an excellent model for how body efficiently respond to change in physiological process. طيب نعاين يا جماعة في اثنين، في ناس في الغاء عندكم أولاد بيحبوا يا جماعة الجري الشديد أو بيحبوا يرفعوا الأثقال، في بنات رياضيات بيحبوا يا جماعة long distance running marathon جري لكن يا جماعة ما جري سريع لكن لمسافات شنو طويلة نفسهم يعني طويل. طيب السبرينتر مصل يا جماعة ناس العدو السريع أو الناس اللي بيرفعوا الأثقال المصل بتاعتهم كبيرة لكن يا جماعة وايد لأنه ما فيها دم كتير تايب 2، وعنده جماعة كباسيتي عالية الأنيروبيك كباسيتي يعني شو يا جماعة إنه يقدر يعملوا أوكسيديشن في غياب الأكسجين، وبيخزن يا جماعة جلايكوجين كتير لأنه بيستخدم الجلوكوز والأنيروبيك وكرياتين فوسفيت كتير. أما ناس الماريسون ديل يا جماعة فالمصل بتاعتهم هايلي ايروبيك او بنقول عليها ريد مصل densely packed with mitochondria and myoglobin. طبعا الميتوكوندريا عشان بيحصل فيها الايروبيك اوكسيديشن وميوجلوبين لانه بيخزن الاكسجين البيجي من شنو من الدم دي الناس تايب 1. طيب نشوف يا جماعه اللي بيحصل في السبرينتر في حاله السباقات يا جماعه في السكند الاولى بتاعت ال 100 متر سبرينت الاستيميوليشن يا جماعه بيبدا الـ ATPase اللي بيكسر الـ ATP لما الكالسيوم يدخل. بعد شوية يا جماعة الـ ATP بيخلص، مش قلنا عندنا حبة ATP في السل. كمل. دارين ATP لسه عشان نعمل كونتراكشن. هنقوم نلجأ للمخزن الثاني اسمه فوسفوكرياتين. وشيلنا منه يا جماعة شنو الـ ATP بمساعدة الإنزيم اسمه كرياتين كينيز. ودتنا 15 ثانية ونحن لسه عجارين. زين يا جماعة المصل تين تو ذا ستور اوف جلايكوجين، تمشي تقبل منه يا جماعة الجلايكوجين عشان تطلع منه الجلوكوز. طبعا يا جماعة الجلايكوجين بيتكسر بانزيم اسمه مايو فوسفوريليس اللي هو ده بيحول الجلايكوجين لجلوكوز. طيب اذا يا جماعة نقوم نشيل الجلوكوز ونحوله ان ايروبيكلي للاكتيك اسيد، لكن يا جماعة اللاكتيك اسيد حيبقى يتجمع فيقوم يا جماعة بيعمل لنا شنو كوز فاتيك وبين، بيعمل لنا شنو فاتيك وبين. اوكي إذا يا جماعة بدينا في الأول خلصنا الـ ATP الموجودة، تاني لجعلنا يا جماعة الكرياتين فوسفيت حولناه لـ ATP ده كله بيدينا ثواني بسيطة، بعد ذلك يا جماعة لجعنا للمصل جلايكوجين يتحول لجلوكوز والداني لاكتيت. طيب أما ناس الماريسون يا جماعة ناس الماريسون ران طبعا ذاك حده كده بس الزول السريع ده ما بيقدر يعمل اكسرسايز لفترة طويلة. أما ناس الماريسون اللي بيجروا يا جماعة 42 كيلو متر في الـ ATP سينس يا جماعة ما اللي بيحصل بالايروبيك اوكسيديشنز، ودايما يا جماعه بيستخدموا الفاتي اسيد لان الفاتي اسيد ده يا جماعه كميته مخزنه شنو كبيره في البودي، لكن ده برضه ما بيمنع في حبه جلوكوز برضه ممكن شنو يستخدم، لكن يا جماعه بيستخدم ايروبيكلي ما ان ايروبيكلي يعني بيستخدم شنو ايروبيكلي. طيب ازن ذس سستين اكسرسايز modulates the body metabolism in a way that reduces the muscle dependent on glucose. فبعد ده يا جماعة مدام وصلنا بيعمل exercise لو بدينا بس يا جماعة نستعمل في الجلوكوز هنخلص الجلوكوز كله، هنخلص ايش؟ الجلوكوز كله. طيب هنقوم نعمل ايش؟ هنقوم يا جماعة نعمل shifting ونستخدم شنو؟ الفات اسيد. الفات اسيد طبعا يا جماعة في الجسم مخزن بملايين المولكيولز فما في مشكلة،
لكن مع الجلوكوز محدود وين؟ في الجسم. زي ما هيقوم يستخدم فاتي اسيد او كيتون بودز يبدأ يعمل لها اوكسيديشن، والموضوع ده ما هيستمر ما دام الميديسون شنو مستمر، لكن برضه يا جماعه ده تريننج، يعني ما طوالي الزول من اول مره طوالي بيقدر يعمل شنو ميديسون. اوكي، اذا يا جماعه ده اللي بيوري فهمنا انه يا جماعه في نوعين من الرياضه، في رياضه طويله لمدى طويل دار نفس طويل وما عنيفه بنحتاج للايروبيك اوكسيديشن يا جماعه، والنوع ده من العضلات لازم يكون فيه بلس سبلاي كتير وفيه ميتوكوندريا، عشان كده يا جماعه بيكون لونه دائما احمر. اما يا جماعه النوع الثاني لو دارين نعمل رياضه سريعه زي كونتراكشن ريلاكسيشن سريع، او يا جماعه زي الليفتنج نرفع يا جماعه مثلا اثقال او نجري جري شديده، فبيكون يا جماعه محتاجين لنوع الدينيت اي تي بي سريع ما كتير، يعني بنتكلم عن سريع، وده يا جماعه بنلجا للان ايروبيك شنو اوكسيديشن. اوكي، فده يا جماعه ده بيفسر انه البودي. فالنوع الثاني يا جماعه الايروبيك ده لازم البودي يا جماعه يحول من الجلوكوز يغير منه، لو بيجي يستعمل جلوكوز هيكمل كل الجلوكوز اللي في الجسم، والزول حينتهي يا جماعه بالهايبوجلايسيميا، ممكن يحصل له كوما اندس. فزي ما لازم يلجا شنو؟ يلجا لخيار ثاني، بيستخدم مصادر ثانيه زي الفات اسيد والكيتون بس. طيب بيتين يا جماعه الزول بيحصل له مصل اتروفي زي ما حصل لمورام، لو كان في نون فانكشن نيورومسكولار جاكشنز او لاك اوف اكسرسايز، مش مجرد يا جماعه ما كسرت كراعه بقت موجودة في الراحة طوال يا جماعة بعد شهور ظهر لها أتروفي للمصل أو ديسيوس. أما يا جماعة الهايبوتروفي أون ذا أذر هاند يا جماعة التضخم شوية في العضلات ممكن يا جماعة ينكريس في السايز ديو للريسبونس يا جماعة للإكسرسايز والتريننج الكثير. أوكي، وده يا جماعة بيتبعوا تشينج في الكاباسيتي أوف أي تي بي برودكشن. زي ما هو الأثر لو كان يا جماعة زول بيعمل لو انتنسيتي but of long duration زي الايام الايروبيك اكسرسايز زي ما بتعملوا مرام كانت بتعمل ماريسون، او الناس اللي بيسبحوا يا جماعه بريديوس ان انكريز نمبر اوف ميتوكوندريا، بعد شويه يا جماعه العضلات دي هتبدا تزيد الميتوكوندريا بتاعتها، والانكريز برضه يا جماعه في الكابيلريز اراوند ذيس فايبر برضه يا جماعه البلس والبلس فازلز والكابيلريز حول المسل فايبر هتزيد عشان توفر لنا يا جماعه اكسجين كتير، and this lead to increase the capacity for endurance activity with the minimum fatigue. فده يا جماعه بعد شويه كل ما يتدربوا هيبقى عندهم يا جماعه شنو ريزيستنت للفتيك، ويقدر يعملوا اكسرسايز moderately intense لفتره طويله. اما يا جماعه الناس short duration high intensity زي strength training الرياضات العنيفه زي الويت ليفتنج، الناس اللي ما بيرفعوا اثقال او السبرنتنج ريس اللي بيجري شديد جدا في زمن قصير، فده يا جماعه افكت ذا فاست جلاكوليتيك فايبرز بيحصل فيها هايبرتروفي النوع بتاع المصل الثانيه، ويا جماعه الجلاكوليتيك اكتيفيتي حتزيد عشان يقدر يكسر الجلوكوز ان ايروبيكلي، والريزلت يا جماعه في الانكريز ان سترينجز اوف ذا مصل. فهذه المصل يا جماعه رغم انه هي باورفول هاف ليتل كاباسيتي فور اندورنس اند زي فاتيك ريبيدلي، لكن يا جماعه بيتعبوا سريع، هم بيعملوا لنا حاجه باورفول عنيفه يرفعوا لنا الثقل شديد يخلوا المصل تعمل كونتراكشن سريعه جدا في زمن ضيق، لكن يا جماعه كان نوت مينتين ات فور لونج تايم بيحصل لهم فتيك سريع، وزي ما عرفنا يا جماعه الفتيك سببه الاكوميليشنز بتاع لاك. اوكي، this end of our lecture. I hope يا جماعه now you have some basic information about how the body modulate during exercise لو كان من النوع العنيف واللي بيحتاج لزمن قصير، او يا جماعه من النوع شنو less intense ما بعنف شديد لكن لفتره طويله زي ما في حاله مرام. اوكي، thank you very much. Any question؟ ايوه دكتور، بعد اذنك الـ types of muscles تكون تعتمد على الـ genetic predisposition ولا ممكن الـ أيوة genetic genetic predisposition، لكن ما عشان أنت تبقى رياضي محترف ده training، يعني أنت في الأول يشيل لك عينة يقول لك يا ما أنت الـ predominant بتاعتك من النوع شنو الـ slow twitch أو الـ fast twitch، وبعدك يا جماعه بتمرن نفسك اكوردنج، يعني مثلا ما عايز والله يبقى رياضي في واحده من الرياضتين في الاكستريميتيز دي، المفروض يا جماعه يعمل له مصل بايوبسي في الاول ويشوف يا جماعه البري دومينت من النوع ده او من ده. فالموضوع كله دار تريننج، دار شنو تريننج، لكن يا جماعه طبعا معظمكم انتم ما ناس هتكونوا محترفين،
انتم محترفين في الطب، مش ما حتكونوا محترفين في الرياضة التانية، فما مشكلة يعني، انتم ممكن تمارسوا اي واحدة من الرياضتين، لكن معنى اقصد اللعيبة اللي حيمشي يحترفوا يا جماعة وحيمارسوا المهنة دي لقدام، فهم لازم يا جماعة تكون شنو الجينيتيك بوزيشن بتاعتهم من النوع اللي بيساعد في الرياضة. دكتور عندي سؤال إذا تسمح. تفضل. دكتور آخر نقطة ما فهمتها اللي هي short duration high intensity hypertrophy. لو مثلا انت بقيت ترفع اثقال، تمام؟ فرفع الاثقال يا جماعه انت دار باور عاليه، لكن ما في زول مثلا بيرفع له يا جماعه 100 كيلو 150 كيلو لمده طويله، تمام؟ فانت لازم يا جماعه العضلات دي تعمل شنو؟ دايره مصدر للطاقه السريع اللي هو ده بيجي من الانيروبيك، يعني يا كرياتين فوسفيت يا جلايكوليسيس. فالمصل بتاعته لو زول بيتدرب على الصوره دي ما تتغير، هتبقى الانزيمات اللي بتعمل الانيروبيك جلايكوليس هتبقى تزيد الكباسيتي بتاعته الموجوده فيها، يخزن جلايكوجين اكثر، يعني تبقى شنو فيه تغييرات تساعده في الانيروبيك. وطبعا يا جماعه بيحصل لها شنو؟ المصل انت ما بتستعملها اكثر هيحصل لها هايبرتروفي، هتبقى يا جماعه من النوع شنو؟ المتضخمه. حتى مش لاحظت يا جماعه الناس اللي بيرفعوا الاثقال وبتاع بتلقى عضلاتهم شنو؟ متضخمه، لكن انت لو عينت لها جوه هتلاقيها يا جماعه ميلي من النوع ده اللي بيساعد في الانيروبيك جلايكوليس. لو في الأزر سايد يا جماعه، لو زول مثلا بيتعلم السباحه ودار يشارك في الاولمبياد، مع شويه ما حنلقى انه المسل فايبر الثاني اللي هو السلو تويتش هتبقى بتاعته يا جماعه هيحصل لها شنو؟ ماتيوريشن، وهتبقى البلس سبلاي بتاعته بتزيد، ولو عيننا للمسل فايبر بتاعت الميتوكوندريا هتبقى تزيد، وده كله يا جماعه عشان شنو؟ عشان يقدر يجابه النوع ده من الرياضه اللي هو دار ايروبيك اوكسيديشن، دار اكسجين عشان تو مينتين الاكسرسايز لفتره طويله. اوكي؟ دكتور يس. distribution of fast twitch and slow twitch بيتغير لو ممكن شخص كان يتمرن نوع معين من التمارين ممكن يعني ايوه، لكن مثلا انت عشان لو دار تبرز، طبعا ما بعد ذاك الفروقات بين الناس اللي في السباقات او في الاولمبياد انه في واحد بيتفوق على الثاني، فانت ما لم من الاول يا جماعه يكون عندك البري دوميننت من النوع ده ما حتقدر تريزيست الفتيق لفتره طويله او ترفع اثقال باحجام يعني باثقال عاليه لفتره فاذا يا جماعه التغير ده التمارين، لكن من الاول لازم انت يكون عندك شنو يا جماعه الجينيتيك او الجينس اللي بيساعدك في المنح ده، يعني في اللي هو اللي يكون فيه دايما الزول الدار يحترف الرياضه. اما انت لو بتمارس رياضه مثلا، لو بتمارس رياضه عاديه بتمارس السباحه اكثر، بعد شويه ما حتى لو عملنا شيكنا على المصري بتاعي هنلاقي انه شنو السلو تويتش النوع الفايبر دي بقى شنو الديفلوبمنت بتاعه افضل، لكن ما الصوره اللي حيقدر شنو يمكنك من تنافس في الاولمبياد وتطلع تنافس مع اذر بلايرز، لانه شنو مع انت اصلا مثلا ما يكون عندك بري دومينت من النوع ده. لكن بكل الاحوال التريننج بيزيد شنو يا جماعه في صوت قطع يا دكتور.